صوص المكثف بالزبدة، عندنا 2 كوب مرق مكثف، وعندنا 200 جرام زبدة تكون ساقعة، وملح وفلفل طبعا حسب الرغبة. ده كل اللي فيه، ان هو مرقة هندوبها وهنتخنها بالزبدة. المرقة بتاعتنا مكثفة زي ما احنا شايفين. وأول المرقة ما تدوب هنشيلها شوية من على النار، يعني خلي نصها على النار والنص التاني بره، ونبتدي نزود الزبدة شوية شوية. كل ما زودنا الزبدة بالتدريج مش مرة واحدة بتدينا لمعة أحلى وبتكثف أكتر كمان. أوكي، هحط شوية مكعبين وابتدي أقلب، ولما دول يبتدوا يدوبوا أحط اللي بعده. لو إحنا شايفين في الكاميرا في الصوص اوريدي ابتدى ياخد لمعة من الزبدة، ونكمل نحط شوية شوية. وزي ما احنا شايفين الحلة نصها على النار والنص التاني بره، مش عايزاها تسخن قوي، مش عايزاها تغلي وانا بضيف الزبدة. ولما الزبدة اللي وراها تبتدي تدوب نحط اللي بعدها، وهكذا لحد ما كل الزبدة تدخل في الصوص. هنلاقي الصوص بقى بيلمع وأخد كثافة أكتر. هي بتاخد شوية وقت بس بتدينا نتيجة حلوة. زي ما بنقول في كل الصوصات اللي عملناها، سواء مبنية على رو زي البشاميل أو الفلوتي، أو الصوص بيتكثف بزبدة أو الكريمة أو صفار البيض، إحنا ممكن نحط النكهة والطعم اللي إحنا عايزينه بإضافة أي حاجة إحنا بنحبها. يعني أنا ممكن مثلا أحط مع ده بشر ليمون أو بشر برتقال أو قرفة أو ريحان أو أي حاجة أنا بحبها وعارفة أنها هتليق مع الأكل اللي أنا بقدمه. مش لازم خالص نتقايد بالصوصات الكلاسيكية، ولكن الصوصات الكلاسيكية أساسية علشان الواحد يبقى عارف الأساسيات، بعد كده يقدر يضيف الجزء بتاعه والنكهة اللي هو بيحبها للصوصات الأساسية دي. أوكي، دلوقتي حطيت الزبدة كلها، فاضل بس استناها لما تدوب. زي ما احنا شايفين الصوص مش بيغلي ويدوب محطوط على حرف العين بتاعت البوتاجاز، حاجة بسيطة خالص. انا ممكن اشيله واكمل تقليب لاخر جزء من الزبدة بعيد عن النار. اوكي، كده الصوص المكثف بالزبدة جاهز، ومش عارفة باين ولا لأ، بس هو بيلمع زي ما احنا شايفين. يا ترى باين اللمعة بتاعته؟ ودلوقتي نغرفه في السوسيارة عشان نقدمه فيها. لو عايزينه أتخن من كده يبقى هنسيبه على النار يتكثف، عايزينه أخف من كده هنضيف له مرقة. وده أول صوص أبيض.